نحن اليوم مشاهدينا ما رح نعيد معكم مشاهد الموت والدم والقصف، ما رح نعيد معكم صور الأطفال المفجوعين المصدومين، لحتى لو غمضتوا عيونكم صورهم محفورة براسنا. هيدا الحلقة من مش وحدك مشاهدينا هي لرفع الصوت مرة جديدة عن حق كل شخص بالحياة بأمان، لنكون مع كل موجوع ومع كل مظلوم. شخصيا أعمل في الصحافة من 40 سنة، أجد نفسي عاجزا عن وصف ما يجري الآن بكل صراحة. يعني لم تعد لدي القدرة أن يعني أو تسعفني الكلمات أو تسعفني، لا أستطيع، لا أعرف ماذا أقول. طالما هناك ظلم واقع على إنسان معين في أي مكان في أي بقعة في العالم، يجب أن يعود وترد هذه المظلمة له. الحروب لا توصل إلى شيء، العنف لا يوصل إلى شيء، الاحتلال لا يوصل إلى شيء، لكن هذا قدر الله. على العالم أن يتحرك لنجدتنا، نحن نعاني من إبادة. أما بالنسبة لأصدقاء الصحفيين فأنا فقط ثلاثة يعملون معي في نفس المكتب هنا، فقدنا ثلاثة في اليوم الأول وفقدنا زميل آخر، أي هناك سبعة صحفيين. القتل عم نشوفه عم بيخلي الناس حقيقة يعني في وضع نفسي صعب جدا، يعني تروما. في هذه الأرض المقدسة في شعب فلسطيني وشعب يهودي، بالآخر لازم يتعلموا كيف يعيشوا مع بعض بأي طريقة. السؤال هو قديش دم راح ينسكب وقديش قتلة راح يكونوا في هذا العالم لما نصاب لهاي النتيجة. لأنه كيف حكى شاعرنا محمود درويش، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. خطية اللي احنا موجودين فيه هي خطية عدم السلام، الخطية في الظلم، الخطية اللي قاموا فيها رجال السياسة والقوات الموجودة في الشرق الأوسط والعالم الغربي هي نتيجة لوجودنا. دوركم انتو ساد سبن، نفكر ساد سبن والإعلام المسيحي والآخر، احنا كمسيحيين في ان الدور مهم كتير في تغيير الرواية. يسوع المسيح قال انتوا لازم تعملوا السلام، تركضوا ورا السلام، تطلبوا السلام. السلام بطلب فعليا، مش الواحد قاعد في بيته وانا بعمل الصلاه. نعم. ما يتدخل، لازم نتدخل احنا كمسيحيين في كل الشرق الاوسط، في الاطار الاجتماعي، الاطار السياسي، كل اطار نكون ملح ونور. المسيح هو نور العالم، واللي بيتبعه لا يمشي في الظلمه بل يكون له نور الحياه. يعني ما منخبى عليك نحن كيف اليوم يعني داخلين على تصوير هيدي الحلقة. نحن بنقول المسيح قام، القيامة أقوى من الموت، القيامة أكتر من الظلم، القيامة أكتر من العنف. آمين. ده تضل رسالتنا، لأن أنه حقيقة نرفع قلوبنا للرب ونطلب رحمته، والعون جاي مهما طال ومهما قتلوا ومهما تعبوا رح تيجي الفرج من عند الرب. يا رب كون حدن ومعن، خليهم يسمعوا صوتك بقلوبهم بكل لحظة، عم بأكد لهم وجودك معهم، عم بطمنهم بحضورك معهم، صوتك اللي دايما بقلهم ما تخاف أنا معك، أنت مش وحدك.